الاخوان، فاحنا اليوم عند زيار عند واحد الصديق عنده شي تراور البيع، فغادي نوريكم كل شيء، جميع المعلومات والثمن، واللي بغى شي حاجه راه نخليو النمره ديالو يتواصل معاه. ومرحبا بالجميع. كاين هذا الكير ديال الاريق اخويا، الكير ديال الاريق ها هو الباك راه فيه فيكس. بالنسبه للباك اخويا شحال العمر ديالو؟ فيه 6 سنين. فيه 6 سنين ها هو كيما تقول ما فيش كيلعب كل شيء بوش. لا وكي دوا كيما قلتي كيخرج. لا دوا عندو شكون ما مشي اكثر من شي 30 كلمة ديالو كيما تلاحظوا. هذا ذكر ياك اخويا؟ ذكر هما كيما تلاحظوا عنده الباك ديالو، عنده كلشي. هانتوما كيما سمعتوا الاخوان الوين ديالو باش نفرغوا لكم كلشي. وبالنسبه للثمن لا راه باين تبارك الله ما كاين لا ستريس لا الباك هو كيما تلاحظوا راه فيكس وكيخرج كلمات كيما قلتي. تبارك الله. السلام عليكم مصطفى حبيبي الو. لا حافظ تمشي 30 كلمة اللي حافظ. هو الشكل ديالو. ندوزو للثمن شحال كيبقى خويا؟ خويا هذا 21000 درهم. هذا الثمن كما سمعتو كيبقى 21000 درهم. راه شفتو انا كيخرج تبارك الله كيخرج كلمات كيدوي تيقول السلام عليكم الو هما كما تلاحظوا كيلعب وكل شيء. ها هو الشكل ديالو. اجي طلع 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 ما تعرفنيش ديرها ديرها انت زيد طلع جد لا ضروري خصو يولف اوبا رجع لبلاصتك هو راه كيما قلنا الثمن ديالو كيبقى 21000 درهم والثمن قابل للنقاش شي حاجه انتوما كاين بالكاش ديالو بالبيسوار ماشي غير بالبيسوار بالاكسسوار ديالو ياك بالبيسوار تبارك الله وقفين الصور غندوزو ليه وكاين هنايا كوبلا ديال البيرو شاكولي هما كيما تلاحظوا نتوما خويا يا صفريات هي اللي على اليسر الذكر هو الذكر لوتينو ياك الذكر لاتينو ها هو هادو شحال عندهم في العمر؟ خويا هادو خدامين مرة واحدة خد قول لي واش ديال الخدمة هادو شحال كيبقى هنا الثمن ديالهم؟ نتوما بايد الذكر لاتينو كيف كتشوف؟ نتوما هي بايد هي اللي الفوق والذكر لاتينو عين حمراء هذه شحال كتبقى الكوبل؟ هذه 6500 هما كما تلاحظوا الثمن كيبقى ديالها 6500 وراه كاين الفيديوهات عنده اللي بغى يتواصل معاه يعرف شي معلومه اخرى مرحبا وكاين هذا الكوبل هذه بيرو شاكولي الذكر هو اللي على اليسر ها هو الذكر هو اللي لهيه ونتي هو اللي الفوق على اليمين هادو شحال عندهم؟ هادو تما واجدين هادو هما باقيين شكون اللي خوت معاه تاني باقيين وفيتين خدامي وخدامي 100% كارونتي هادو شحال كيبقى الثمن ديالهم؟ هادو 4000 درهم هادو 4000 درهم وكاين هاد الكوبل هادي كيما لاحظتو هنايا راه حيدنا لهم العشاشة باش نصوروهم ها هي كاينة هادي وكاينة هاد الكوبل هادي وندوزو كوبل الكابوني الكوبل هنا ديال الكابوني نتو هي اللي على اليمين ياك؟ هاي نتو هي والذكر على اليسر الذكر هو اللي على اليسر هادي كوبل فيتا خدامه عندك هما كيما لاحظتوا كوبرا فيتا خدامه وراه الصديق راه تنعرفو شخصيا راه ثقه راه كاين كاين الفيديوهات ديالها اللي بغى يشوف مثلا الفيديو ولا شي حاجه راه مرحبا والذكر الذكر قول لي داوي الذكر داوي تبارك الله اللهم بارك داوي في الاداء في السميات كيقدم لك كيسمع عندنا كيقدم على الاداء كلشي وبالنسبه للنتوى النتوى كتلعب فوق الليد كتلعب ولكن الهضره لا النتوى مولفه قول لي في الليد ولكن الهضره لا اي النتوى هي هذه اللي على اليمين والذكر هو هذا اللي على اليسر هادو شحال فيتي خدام عندك مره مصابه؟ مره واحده اخويا اقول لك فيتي خدام مره واحده هذا كاين الفيديو ديالو ها انتم كيما سمعتوا راه كاين خدامين عنده هو شخصيا كاين الفيديو ديالهم اللي بغى يشوف الفيديو راه ديك الساعه يتواصل معاه راه مرحبا بالنسبه للمصطفى هذه بالعش ديالها بالقفز كلشي لها كلشي لها هو القفيز كيجي هو القفيز كيجي على الشكل هذا والعش ديالو هو هذا هو العش ديالو حيد القفز ويدير راه كتسخن راه بالي باش هنا كتسخن لو شيخ اختار ها هي هنايا وهذه اللي قلت لي ديال اش حيد القفز وخلي القفز بوحدو بلاش هذه كتسدها بلاصه كتجي هنا بلاصه العش باش تقدر بغيتي تحيدوها هذه بغيتي تحيدوها كلشي ديال الكلام خاصو تاخا كاين هاد الوقافات ديال الفوق كاين هذاك البرشوار اللي كتجي فوق ها هو القفيز على هذا الشكل بالرويد ديالو وبالعش ديالو وكما قلنا نتوا باش نوريو الاخوان مزيان كاينه نتوا هي هذه اللي على اليمين درون طاي نتوما كتكون درون طاي نتوما كتكون زايده عليه في الحجم ياك زايده راه كتبان شو نتوما انا تبارك الله كتبان في الحجم على الذكر والذكر هو هذا كما تلاحظوا حتى في اللون نتوما كتكون في شوحه والذكر كيكون مغلوق وكاين اللي كيقول لك من ناحيه العين انت يا مصطفى العين خاص يكون واش من فين خاص نصفر لا كيقول كتفرق ما بين العين ما بين الذكر ونتوما في العين لا
نتوما كتكون عند ديال مجبد وتكف كتكون عند العين دايره اه اما في لهيت اللون عاد تبارك نتوما اللون ديال القلق ديال المفشور وتكر ديما اللون عنده مغلوق اه نتوما شي كتكون غرون طايع عندك كتكون شحال بحال البلاطه ندوزو للثمن اخويا مصطفى 15000 درهم هادو كتبقى 15000 درهم كومبلي بالعش ديالها كلشي لها اه يا كما تلاحظوا راه كوبل في صحه جيده وكما قال لكم راه كاين الفيديو ديالو خدامه عنده والسيد راه كونفيونس ماشي شي واحد اللي غادي كاينه كاينه ما كايناش راه ما كايناش هما كما تلاحظوا الثمن قلنا 15000 درهم هما اللي بغاها حتى هي راه مرحبا وغتلقاو النمره على الفيديو اللي بغات شي حاجه يتواصل معاه هاد الكوبل هذا مصطفى هادي كوبل تيت برون 2018 هادي تيت برون 2018 كانوا متزوجين باقي اه قولي واش دين تما الخدمه دابا هو انا خدامين مره واحده عندي انا وكانوا مره عند مولاه اه قولي دابا في تخدم جوج مرات خدامين مره عندي مره عند مولاه اه تذكر هو هذا اللي هنا كيكون فيه واحد الخطيط بحال راس تيكون فيه بحال واحد الخطيط اه هو كيما باين مقارنه مع النتوى اه هادو قلتي الباك ديالهم 2018 هادو شحال كيبقى الثمن ديالهم مصطفى؟ هو 4000 درهم اما كما تلاحظوا بالنسبه اللي بغا تيت براون كيبقاو 4000 درهم كما قلنا ذكر هو اللي على اليسار كتعرفوا بهذاك كما قلتي كيكون فيه بحال بحال الخطاط والنتوى راه هي هادي هادو راه واجدين تما الخدمه خدموا جوج مرات 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 اما كما تلاحظوا الثمن مصطفى الاخر ديالهم 4000 درهم هادو كيبقى الثمن ديالهم 4000 درهم كما سمعتوا وكاين هنايا كوبل هادي ياك مصطفى اه تذكر هو اللي تيدير تذكر هو تذكر هو اللي من هنايا هو تذكر هو اللي من هنا ونتوي هادي اللي من هنا هادي بالنسبه للكوبل هادي هادي كتبقى الثمن ديالها 700 درهم ديالها سلعه ديال الدار اخو كيف كتشوف اه بياسات اللهم بارك راه نقيين كما قلنا راه دوزنا هادو باقي شي بياسات اخرين ندخلو نشوفوهم كاين هاد الفاميل ديال الكسندر هادي نتوا شحال عندها اخو مصطفى 2017 كما تلاحظوا 2017 ما عمرها خدمات مصطفى درون طايب لا قلت لها اخويا تفرتها هي اسمها هذه راه ما خدمهاش ما لقاش لها الكيار ديال الكسندر هي راه كنخدمو كتكون ما لقيناش اه هي نتوا بالنسبه للثمن ديال نتوا مصطفى درون طايب 3000 درهم هذه كيبقى الثمن ديالها 3000 درهم وندوزو راه كاين شي بياسات هنا ديال الهوغو هما اللي بغاهم كاين سبانكل كاين نورمال كاين لوتينو بحال شي بياسات لوتينو هنا الثمن مصطفى اه البينو راه هو اللي ها على حساب قول لي مناش كيبدا الثمن هنا بحال مثلا سبانكل 270 كيبدا الثمن قول 270 في الهوغو اه هانتوما كيما لاحظتوا الثمن ثلاث لاتينو والالبينو 400 درهم 350 هانتوما كيما سمعتوا 350 400 درهم وكاين شي بياسات ديال سبانكل بحال هادو بالنسبه لهادو شحال كيبقاو 80 هانتوما كتلاحظوا كاين 80 وندوزو كاين الكالوبسات كاينه هنايا كوبل ياك مصطفى كوبل 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 لاتينو هادي فين تخدم مصطفى فين تخدم شي مرات هما كيما تلاحظوا كاين هاد الكوبل هادي وكاين هاد الكوبل ديال فاس بلو الكير هو اللي من لهياك والبوطور ديال الفايف اه تذكر هو هو اللي لتحت هنا ونتوا هي اللي الفوق بالنسبه لهادي فاس بلو شحال الثمن هذيك اخويا 700 درهم هذيك كتبقى 700 ولاتينو شحال كيبقى الاخر ديالها حتى هي الثمن ديال حتى هي 700 درهم هما كيما تلاحظوا كاين بياسات الكالوبسات تتكوشلات بالنسبة تما اللي بغاهم كوبل اخويا مصطفى كنذكر هذا راه شوية صوبة ما فيهش الغوي ولكن كيبغيش اللي يدين كيبغيش بلادو وراه ما كيلغوش لا والو هو دابا وقت الحدا ما كيبغوش ما والو ولا شي وراه مولفة بنادم هي اللي الفوق هادي فيهم دريسة وجوجو فيهم باكات حلولي كانوا يشوفوا فيهم باكات حلولي ودابا هادو هو جيم الخدمة مصطفى هو اخويا عندهم ولاو جديدة ما خدموش عندها خدامين جديدة جديدة ومن جديدة هما كما سمعتوا راه فين كيخدم لعند مولاه هما كيدير بيوش انا تما كنمشيو حيت كيدير بيوش تما وبالنسبه لمصطفى الثمن شحال كيبقاو هاد الكوبل؟ اخويا هادو كيبقاو بلا قفز بلا هو كيبقاو 11 درهم بلا قفز بلا هو باش ما عنديش قفز ديالهم غادي يبقى في مسافه كيف كتشوف هما كما سمعتوا تكرر سوفاج ولكن ما فيه لا صداع كما قلت لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو هذا اللي هنا التحت عرفتي واحد الطفره زوينه في العيون ديالو طالع باللون الاحمر العيون ديالو غادي في شي حمايه ونتوا هي هادي الطف هادي الثمن كيبقى 11 ديال الطف صافي اه هي هادي تا هي كاينه هادي بالنسبه اللي بغاها ورا النمره غتكون على الفيديو اللي عجبتو شي حاجه في الفيديو تواصل مع مصطفى ومرحبا بالجميع